السلام عليكم حبيباتي صحباتي خواتاتي المتابعات او المشاهدات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جيتكم بهذا الفيديو خاص لسيغي تاع سكاي. هادو لي شيت هادو حبيت نخدم معاكم عمل هكا بسيط. بعد ما درت انا درت لي ناب، درت هذه لورانج، هذا درت لا ناب تاع الطابله تاع الكوزينه، وهذا لا ناب تاع الاخر ماشينا لافي. بون اني صورت ومن بعد انيليت، قلت نشارك معكم بهذا لي شيت. والابيض هذا من قبل اني درت في درت حيد ما فارش من قبل في لي فيديوهات القدم تاعي. دوك ما نطولو ما نقصرو، نبداو العمل تاعنا مباشرة. بون نحطو هادو جانبا من هادو حتى نوصلو ليهم. هادي القطعة لي بقات لي من كيفاش من لا ناب هداك تاع الكوزينة. دوك نقيسوها قداه قداه تجي، لازم دايما دوك نعودو نديرو القياسات. بون نبداو منا هكذا 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 36 كوم الطابلة قصيرة تسمى الطابلة ماشي قصيرة، طابلة صغيرة منقدرش ندير فيها. نحل القماش هذا تاع السكاي 36 ونزيدو حتى هنا 73 في الطول. والعرض هو ساهل، ها العرض نديرو هكذا هاكو هاي تبين لكم، ها 73 على 30 الطول 73 والعرض 30. بون نبداو على بركة الله هذا العمل. انا مادام ما عنديش الماشينة اكودغ، لا ماشينة كودغ، راح ندير لكم غير بالبيستولي. راح ندير واحد راح ندير واحد كيما يقولوها حقيبة هكا، ولا مش حقيبة، ساكا ساكا. حابة جميع الاستعمالات ديري في تحطي فيها الشكايل تاع التسويق التسوق او اي حاجه تحطيها في الكوزينه. كوم انا قعدت لي هذه القطعه برك ودرت وحده ودرت البنتي في الكواليس، درت لها مقلمه تاع الميكاب درتها بعد بالسيليكون وكلش. بقات لي القطعه هذه قلت نشاركها معكم. هاني درت هذا الحسايل لهنا العرض هذا الطول هذا نقول، هاني درت السيليكون، هاني قفلتها من ونزيد نقفلها على الجهه اللي منا ونرجع لكم باه ما يطواليش الفيديو. هاني وليتكم بعد ما لصقت لي كوتي هادو في زوج، لقيت شويه زيادات منا سيرتو من الفوق هاي منا. وانا بعد قبل ما نبدا نصور درتو بالمقص هذا المسنن على لي كوتي كامل، وهنا جات زايده شويه بيسكل ماهوش قد قد القطعه جايه ناقصه هكا حزي بالسبه سويتها. ومن بعد كي لصقت كي لصقت لقيتها زايده من فوق، ها سما منو هذا منو تقصي منو ديكور. انا ما حال نبهيها حتى بحاجه، المهم هذه هي قلت نديرها معاكم هكا برك. بون تسمى انا فضلت لي لورونج هذه برك القطعه وقصيت من هذيك اللي فضلت لي من فضلت لي من من الناب تاع الماشينا لافي، درت لها بعد قرنجتها بهذا بهذا المقص المسنن هذا ودرت القياسات. ودوك نشوفوا القطعه هذه قداه
سما لازم كل القياسات زيدي تحبي تزيدي تحبي تنقصي كوم انا ما عنديش الماشينه كسينو نديرها تهبل نديرها خير على هاك السيليكون. هذه تسمى حاجه خفيفه برك درتها معاكم وتنعت لكم السكاي بيسك درت المفارش من قبل في الباجو في البلون وهادو ما حبيتش نصور فيه تاع الكوزينه بيسك من قبل اني درت لي نابي دوك تاع القماش قلت ما نعاودش شغل كل ستيل ستيل واحد. في الطول تاع القطعه هذه 52 ها 52 ها 52 منين صبعي ها ها والعرض العرض كات هادو ديجا من قبل اني درت وحده طبقتها وكلش تنيتها على زوج ولصقتها بالسيليكون نعتها لكم ها بنزيد في الكواليس ندير هذه هاي هذه هكا شوف كيف تنيتها هكا على زوج وخليت هذا الجهه المسننه منا هكا باه من بعد نركبوها هذا يدين تاع الساشيه هذه اللي راح نديرها ولا ساكا ولا هذه درك راني لصقت منه من هذه القطعه هذه تاع الساكا درك نروح نتنيها على زوج ونركب ونلصقها ونولي لكم نركب نلصق هذه القطعه ونولي لكم. هاني بديت نلصق في هادو على زوج دوك خليت لا بارتي هذه باش تشوفوني كيف نلصقها هكذا ها درت السيليكون دوك نضغط عليها برك هكا و باه تلصق هكا شوف هذه تسمى العمل تاعنا اليوم بسيط جدا واي وحده تنوض هكا عندها لي شيت هادو ديرهم ديرها باه تعدل دارها باه تحط باه تفرز هذه درتها انني عندي لي قديمه وجاهزه شريتها مع الطقم تاع الكوزينه ولكن قلت السنة نزيد ندير وحده هكا باه نزيد نحط فيها لي ساشي كنقولوا اكرمكم الله لي ساشي بوبال هذوك نحطهم هذوك الجدد والقدم راني نحط الاخرين كما تاع التسوق نعقمهم ونطبقهم ونحطهم فيها عذرا جاتني مكالمة هاتفية ولا تليفونية سامحوني و الضرورة احكام تسمى ما على باليش ليسونسيال هام في زوج دوك نقومو ب نلصقوها هنا هكذا بون باه نسنتريوها وكلش لازمنا نخدمو حاجة نظيفة بروبر نديرو هكذا نديرو هكذا باغ اكزومبل هاهي هاي 30 نديرو باه نسنتري ونديرو نديرو 6 ولا 7 نو 10 تسمى مادام 30 نسنتريوها في نحطو 10 و 10 الثالثة نحطوها في النص نديرو 10 هكذا هاي 10 نحطو شويه هاي ديس نحطو بعد السيليكون هاي في الديس هذه فما تروح لناش ما عنديش ما جبتش معايا بعد ماركور ولا حاجه ليا ولصقوها نبداو نلصقو القطعه هذه توجو نهبطو لتحت ما بها ما تجيش حاجه مدايره هكذا ها كان عاد تحتاج للسيليكون زيدوها شويه من تحت هكذا ونضغطوا عليها ولصقوها كامل من الجهه اللوطانيه حتى الفوق ها كون عندي الماشينه راني نخيطها خيطها مليح وندير لها ندير لها الاكس هذاك هك هك الاكس هنا هكا اكس
مادام درك ما عنديش لازمني درك من ديس هادي ديس هكا نكملو من ديس هاي ديس هنا نحطو هنا ها حطو السيليكون باش ما تروحناش نعينو البلاصه كوم هادو فيها الخطوط دوك ها نعسلكم عمل حاجه اللي فيها الخطوط تعرفي تسنتريها ها باه تجي قد 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 الطول قد العرض باه تجيكم سنتري ما تجيش وحده زايده هاك وحده زايده هاك فهمتوا الخدمه باتقان لازم نضغطوا عليها ها شوفوا شوفوا كي زي ما جات خموس عليها هاي محكومه مليح بون الجهه الاخرى دوك نروح نركبها ما نركبها في الكواليس ونرجع لكم هاني وليت لكم بعد ما لصقت هذه الجهه الثانيه وقصيت شويه قطعه من هذا التيني لورانج هذه هكا قصيتها قلت باه نخفي هاد العيوب هادو نحطو شويه سيليكون هكذا هكا نحطوها هكا باه ما تبانش ما يبانوش هادوك تاع كيما لصقنا اليدين هادو وقطعه هذه درتها قصيتها تاع الفيغ بيستاش نشوفوا القياسات العرض سبعة هاي سبعة هاي سبعة والطول ها الطول ها الطول خمسطاش بون هذه راح نديرها بي بابيون سهل بابيون سهل ماهل ها ديروا له البلي هذا برك اللي هنا هكذا هكذا ديريه متساوي كيما ها نعاود لكم هكا هكا دي بلي هكا برك هكا بسك حنا نقولو دي بلي تسمى نهضرو فرونسي كون نهضروها بالعربيه قد خطرا يديروا لي لا رومارك هكا داروا لي وقلقوني قلقوني على جال به قلت كلمه هكا ما نهضرهاش ماشي هكا بعد ماشي هكا ما ديروا تعاليق هكا دايره صافي عندها صافي صافي لونطون ملي داروها بون نزيد نقيس لكم القطعه هذه عشان نحيو هذا الشغل كل واحد كيف يهدر غنحطها فوق الخضره هنا 1 سنتي والطول باه نعطيكم القياسات اكزاكت اللي حابه اللي حابه تزيد اللي حابه تنقص 1 سنتي سور 6 سنتي نديرو القياسات هكذا و هكذا دوك نعودو نهضرو كيما نهضرو بالدارجه ونهضرو نهضرو هكا وخلاص نهضرو فرونسي نهضرو عربيه انجلي نهضرو كلش ما نديروش ما نستعملوش المصطلح هذاك العربيه هذيك الفصحى ولا بسك عباد كاينين شبيهم ما عرفش بيهم ماشي هكا ماشي هكا ما تبقاوش ديروا التعاليق هذوك اللي ما عندها حتى معنى ولا ثم شوفوا العمل شوفوا العمل لا يعجبكم ولا حاجه ديروا يعني عندكم حريه التعبير ولكن حوايج حوايج تافهين هكا ما كاين يعني ماشي غير عليا
اللي في اليوتيوب كامل اليوتيوبات كل يديروا لهم هكا ماشي هكا شويه شويه. شوفوا زيمه، شوفوا الاناقه، شوفوا الجمال، ما نخليهاش هكا بلا بوينت، هذه ندير لها شويه تدويره هكا هكذا، زيدوا لها هكا هكذا. انا له ما صورتش، صورت وكوبيت سيبريميتو، درتو تري سامبل هذاك تاع الكوزينه وتاع الماشينا لافي، درتو سامبل ثاني ودرت له هكا، درت له هكا هو هو فيغ بيستاش، درت له درت له بابيون كيما هذا في لورانج، يعني ماغييت كالي كولور برك، هذا ما كان ماشي حاجه يعني درتها خارقه العاده ولا بسكاس سكاي، هذا من تسمى سكاي هذا باهي دوغيجين، واش هي تقرنجيه هكا افكار تقرنجيه وديري له هكا البها تاعو منو فيه، يعني ماشي مش حاجه ديري له كون تحطي له لي غالون ولا ها عنده حتى معنى. لصقوه نثبتو هذا الواحد، ها شوف شوف هكذا على الجوانب هكا باه هذه الورده ما تنحاش، باردون تعتبر هكا هكا. شوفوا انا درت غير في الامام، ما درتش من الخلف، هذاك شكي تعلق تعلق منا، تحطيها معلقه في كانش ركنه من في الكوزينه. شوفوا هادو ها هو الشكل النهائي تاعها، اني من بعد نعتها لكم بيسك سندير شويه هكا. شوف ها ها شوف ها، يعني بعد نصورها لكم كامله في الاخر تاع الفيديو. شوفوا زيمه جات تهبل تري سامبل مينيون، جات خموس عليها حاجه سامبل، قالك تو سكي سامبل يبو، هذه خلصتها دوك نروح ونولي لكم. هاني وليت لكم بعد ما راني ركبت لهم كل سكراتش هذا، سيرتو راه هاو الاحمر ثاني هاني ركبت له، حندير معكم هادو لي غوزاس، لي غوزاس نركبهم معكم تشوفوهم في الاحمر وفي الابيض هكذا. ها انا عندي هادو برك، كون عندي دوطخ كولور كون درت ليسونسييل هاو الاحمر وهذا الابيض اللي درتو معاكم، نركب له السكراتش هذا نحطهم كاع قد بعضاهم. بون نحطو هذا السيليكون، ها نحطو سيليكون بزاف ونحطوه في الوسط، عينك ميزانك تتكاي عليه وزيدي الثاني هذاك اللي يجي من الاسفل وتسنتري هكا وتكاي عليه. ها دوك نخليوها مومو ونحيوه نحلوه يبقى يولي لاصق، يلصق فيها غابيدمون. هذا السيليكون عملي، ليه ليه يلصق لك الحاجه هكذا. شوف شوفوا لي فان تاعي، شوفوا الجمال، شوفوا المشاهدات اللي دائما تشوفوني. حسن نعطيها لكم هكذا الجهه هذه باش تجيكم قد قد. ها شوف هذا هو العمل تاعنا تاع اليوم. المهم نزيد نجيب لكم هادو لهنا وهادو ثاني، هاني درت ثلاثه بويض، هذه اللي درتها معكم وهادو اللي خدمتهم في الكواليس. المهم هذا هو الشكل النهائي تاع هادو لي بورتموني، ان شاء الله ينالوا رضاكم بهم بهذيك اللي شفتوها من قبل. هذيك الساكه درتها للكوزينه كيما تحبوا، تحبي تحطيها فيها حوايجك، تحبي ديريها دوطخ كولور وتدي فيها اللوم جا تاع ديريها صغيره وديريها اللوم جا للولاد الاطفال، ها
هذه هي هادو الحايد الساكات هادو مليح. ميم انا بروبوزيو عليا اللي يخدموا معايا قالوا لي ديري لنا هادو لي ساك هادو بصح شويه ماشي قد هادي بعد شويه قل باه نحطوا فيهم لي بورتابل هكا نروحوا نتغداو في الغيستو ونوليو. تسمى هادو لي بورتابل جاتني فكره ندير لي بورتموني ان شاء الله ينالوا رضاكم وينالوا اعجابكم، ومن بعد راني نعسلكم الشكل النهائي تاعهم كامل بهم الساكا في مع بعضهم في اخر الفيديو. المهم بعد نولي لكم هذا هو الشكل النهائي تاع العمل هذا تاعنا لي دسد كير برك. لي غوزات هادو تاع الابيض رجعتهم كحل خاطرش في التصوير جاتني توني كلي ما بانوش، درتهم اون نوار صافا خير من الصغيرين خلاص درتهم زي البويض هما نوار. المهم ان شاء الله هذا العمل ينال رضاكم وينال اعجابكم يا لي فان تاعي يا مشاهداتي. ما تنساونيش في اللايكات وفي التعاليق، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد تاعي، تفاعلوا يا لي فان تاعي والمشاهدات اللي تحب تدخل عندي مرحبا بها، الجدد مرحبا بكم بهديروا الاشتراك. واش راح نقول لكم، هذا هو العمل تاع اليوم. واش راح نقول لكم، سلام.